يا هلا وسهلا وحياكم الله. الحلقة هذه موجهة لأي طالب ما عنده إمكانية أنه يطلع يدرس اللغة الإنجليزية في الخارج. بعطيك أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية في بلدك أي كان، في أي دولة في العالم. إذا تبغى تتعلم اللغة الإنجليزية باختصار تابع معي الحلقة. اللغة الإنجليزية هي مهارة مثلها مثل أي حاجة أو هواية أنت قاعد تتعلمها. بعضهم يقول أنا هوايتي رسم. هل الرسام طلع من بطن أمه يعرف يرسم ولا بدأ يتدرج في الرسم لما وصل؟ بعضهم سريع وصل مرحلة احترافية، بعضهم وسط، بعضهم يمشي ويعثر. كرة القدم، كرة القدم الآن مو لما يتعلم يعني. وأكثر شيء، أكثر ناس أنا أشوفهم يعلمون أطفالهم كرة القدم من يوم صغار، البرازيليين من يوم عمره 5 سنين 6 سنين تلقاهم أهله يركزون على موضوع الدراسة، موضوع الكرة عندهم، لأنه هي اللي تجيب فلوس، الدراسة ما تجيب فلوس عندهم. وهو صغير تلقاه أهله يدربونه يلعب كورة من يوم عمره 5 إلى عمره 15، هذه 10 سنين خلاص يوصل 15 تلقاه يعني جاهز إنه يوقع عقد. اللغة الإنجليزية مهارة مثلها مثل أي مهارة، إذا مارستها تتعلمها صح، إذا مارستها شوي تتعلمها شوي، إذا ما مارستها بس يعني صرت بس تتلقى وتستمع وانت ما مارستها ما راح تقدر تتقن اللغة ولا راح تقدر تتكلم. الموضوع موضوع اللغة موضوع ممارسة. يعني انت الآن ليش أهل الشرقية موظفين أرامكو تعلموا اللغة بدون ما يدرسون؟ يعني درسوا في الشرقية مثلا في جامعة الملك فهد أو، لكن اختلاطهم مع الموظفين البيئة الإنجليزية هي اللي خلتهم يتكلمون إنجليزي بشكل سريع. زمان موظفين أرامكو ما درسوا يعني درسوا دراسة عادية، يعني ما درسوا دراسة جامعية ولا دراسة معاهد، درسوا دراسة حتى اللغة كانوا أرامكو يدرسهم لغة بدائية، لكن مع الاختلاط مع الأمريكان تكلموا إنجليزي. لو تروح لمصر وتشوف الأشخاص المصريين اللي يحتكون مع السواح عندهم لغة إنجليزية، تلقى لغته لغة عادية بس إنه يتكلم إنجليزي. ليش؟ لأنه من يوم من عمره 12 سنة وعشر سنين وهو كل شغله في خدمة السواح الأجانب، وخلاص إذنه خذت على الموضوع. فأنت الآن لو تدرس بكالوريوس 4 سنين في أحد الجامعات في بلدك بدون ما تمارس اللغة، ترى لغتك تعتبر ضعيفة جدا. ليش؟ لأنك أنت في الجامعة تدرس لغة تأخذ معلومات فقط لكنك ما تمارس اللغة. لكن لو تقعد 6 شهور تشتغل في أي مكان اللي حولك كلهم يتكلمون إنجليزي وأنت فقط تستمع وتحاول يعني اللي تسمعه تطبقه، راح تتكلم إنجليزي ما أقولك بطلاقة لكن راح تأخذ اللغة، وكل من قعدت فترة أطول راح تتعلم اللغة. بعضهم يقول أنا أصلا مو عارف أنه أنا كيف أركب الجملة. أول شيء أنت على حسب ظروفك، على حسب ظروفك، إذا ظروفك تسمح ادخل معهد في بلدك خله يعلمك كيف تركب الجملة، لأن حتى اللي يسافرون ترى المعهد يعطيه 30% بالكثير إذا ما طبق اللغة بعد المعهد. المعهد مو قاعد يرضعك اللغة، المعهد فقط يعلمك الجرامر، يهيئ لك البيئة، يهيئ لك بيئة السبيكينج، الليسنينج، الرايتينج، يعطيك بيئة. أنت أصلاً وجودك بعد المعهد هناك هو الزبدة، مو وجودك المعهد. المعهد هو أداة لتعلم اللغة الإنجليزية وليس هو الأساس الرئيس في تعلم اللغة الإنجليزية في أي مكان في العالم. أنت الآن لما في بلدك تدخل معهد لغة وتطلع وتمارس اللغة، يعني أنت دخلت المعهد 4 ساعات في اليوم وطلعت من المعهد مارست 6 ساعات في اليوم، 5 ساعات 6 ساعات، يعني باختصار تنسى المجتمع اللي انت عايش فيه. اذا تبغى تتعلم اللغة الانجليزية بسرعة في اي مكان في العالم تنسى المجتمع اللي انت عايش فيه، تختفي.
والله نتكلم جدي يا جماعة تختفي. شفت أنت الآن إذا بغيت تسوي دايت، لكن معزومين أنتم، مفطح أم علي بعد مفطح، بس أنا ما أكل أم علي ترى. كذا أنت صعب الموضوع وأنت تسوي دايت، عرفت؟ نفس الشيء اللغة، نفس الشيء اللغة. لما أنت تحتك في المجتمع اللي أنت فيه ما راح تتعلم اللغة بسرعة، ويمكن راح تفقدها، يمكن راح تمل أصلاً توقف. لكن لما أنت تنعزل عن العالم الفترة 6 شهور سنة تتعلم اللغة الإنجليزية بطريقتك، لأن هذا اللي بيفيدك، هذا اللي بيفيدك. العالم والمجتمع ترى أوكي شيء حلو، لكن ما في مشكلة أقول لك يوم في الأسبوع، ما عندي أي مشكلة. أنا بالعكس كل من قعدت فترة أكثر كل من يعني استفدت أنت أكثر. لكن لابد تنعزل عن المجتمع اللي أنت عايش فيه عشان تتكلم إنجليزي. لازم تستمع، لازم تقرأ كثير، تستمع وتقرأ بشكل كثير. يعني أنت الآن الفترة اللي بتأخذها في بلدك دبل الفترة، يمكن أكثر، اللي بتأخذها خارج في بلد الابتعاء أو بلد الدراسة اللغة. يعني أنت تقول والله أنا أبغى أدرس 3 شهور في بريطانيا بس ما أقدر، أنا أقول لك لازم تدرس 6 شهور في بلدك عشان تقدر توصل لمستوى 3 شهور. شوف المصادر كثير. أول الناس ما عندها إلا مكتبات، مكتبة يقرأ 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 يقرأ، لكن الآن تقرأ وتستمع وتشوف وتكلم واحد فق صلر، تحمل تطبيقي حبيبي وتبحث وتكلم العالم كلها وانت في بيتكم. لكن طبعا الأفضل انك تحتك في المجتمع، تكون لك مجتمع في بلدك او تتعرف على اشخاص مهتمين في نفس الموضوع في تعلم اللغة الإنجليزية. لا تقول ما فيه، فيه فيه في اي مكان في العالم راح تحصل ناس مهتمين في تعلم اللغة الإنجليزية. تقول صعب، اقول لك هذه هي ظروفك. انت الان مو قادر يعني صعب انك تسافر، واتكلم بالتحديد الاخوان العرب اللي صعب انه يستخرج فيزا ويروح يدرس، عرفت؟ لانه الانجليز والامريكان والاستراليين والكنديين يخافون موضوع الهجره، فصعب جدا انك تروح تدرس. افضل طريقه انك تتعلم بالطريقه هذه اللي قلتها لك. انت في اي دوله في العالم، ما بعضهم يقول انا ما عندي وقت، ما عندي اجازه، ما اقدر اخذ اجازه، مالك الا الطريقه هذه. تبي ولا بكيفك عشان تتعلم. بعضهم يقول انا دخلت شهر ولا استفدت، دخلت شهر اوكي ما استفدت، وش كنت تسوي بعد المعهد؟ اذا كنت تمارس اللغه من 4 ساعات إلى 6 ساعات ولا استفدت، انا احلق جنبي. لكن انت ما مارست اللغه اصلا، بعدين شهر وانت في مجتمع عربي تحتاج 2 3 شهور وتنعزل عن العالم وتركز على نفسك وتركز على فتره اللغه هذه، لأنها هي اللي بتفيدك، بتفرق معك. أنا جوني ناس قال لي أنا بديت أشتغل على الآيلتس مثلا، بدأ والله بعضهم جاني بعد سنة قال أنا جبت 5.5 في الآيلتس ولا سافر. ليش؟ لأنه ركز على نفسه، بدأ ممارسة 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 بشكل يعني رهيب، خلاص انعزل عن العالم. فهذا هو الحل الوحيد في أي مكان في العالم. لو طبقت الطريقة هذه أنت راح تتعلم، لكن تراها ما هي سهلة. الكلام سهل، الكلام سهل، لكن الفعل صعب. الاستمرارية، الاستدامة، sustainability. الاستدامة تعني بالإنجليزية sustainability. لو تسألني وش سبيلينج حقها ما عرفت. عرفت؟ فأنت لازم تفكر في الاستدامة في أي شيء، في استدامة، في استمرارية، راح توصل. باختصار استمر في أي شيء في الحياة، والله العظيم بإذن الواحد الأحد أنك راح توصل. باختصار هذا هي الخلطة السرية. اللغة الإنجليزية سهلة، بسيطة، تافهة. حتى لو أنه أنت تتعلم لغة شارع، لغة يعني مطاعم متطورة، لو تتعلم لغة أعمال جيدة، أهم شيء أنك تمشي أمورك، تمشي أمورك. في ناس تغيرت مناصبهم الوظيفية بسبب أن عنده لغة إنجليزية، سواء مدني أو عسكري أو حتى قطاع خاص. إذا عرفوا أن عنده لغة إنجليزية وقادر أنه ما شاء الله يعطونه بوزيشن أعلى،
لان الجاء يبغونه فوق. فانت هذا هو المفتاح، هذا هو الشيء الوحيد الحين عندنا انه في المجتمع او في مجال الاعمال شيء ضروري موضوع اللغه الانجليزيه. اتمنى اني انا ما طولت عليكم. لو انت حاب تدرس مو في السعوديه، برا السعوديه طبعا المعاهد كثير، جوا السعوديه صراحه انا ما قد تعاملت ولا اعرف وش المعاهد الزينه ولا الشينه للاسف. لكن انت لو تبي تدرس خارج السعوديه تتواصل معي على الرقم هذا، واحنا نعطيك عروضنا حسب المده اللي انت تبغاها، سواء اذا تبغى في الصيف مثلا 6 اسابيع او 8 اسابيع متوفر عروض صيفيه، اذا تبغى في فترات طويله يعني 3 شهور واعلى موجود. تواصل معي فقط واحنا نرتب لك كل حاجه من الى، نعطيك العروض، نعطيك افضل النصائح على المدن، المعاهد، الاستقبال من المطار، سكن العائله وسكن الطلاب، كل حاجه من طقطق الى السلام عليكم باذن الله. افضل نعطيك طبعا نصائح طرق تعلم اللغه الانجليزيه. نشوفكم ان شاء الله على خير وفي امان الله.